الأخوين النائبين سي جمال قلبول سي شكري عريش للتحالف الديمقراطي، وهذه فرصة باش نرحبوا بهم. احنا رحبنا بهم أما باش نعاود نرحبوا بهم بحضورهم. وثانيا باش نعلن عن رمز الحزب، رمز الحزب واللي هو قدامكم إن شاء الله يكون عجبكم. طبعا لاحظوا رمز الحزب التحالف الديمقراطي يعني بالعربية والفرنسية بنوعية من الخط أكيد عرفتوها وتواترت يعني مدة هي نفسها. أضفنا لها قرون. طبعا هي كل الرموز فيها محمد أستاذ، كل الرموز فيها جانب من الاعتبار، لكن أكيد عندها دلالة. طبعا القرون كلها معناها زهرة ما نحبش نقول تونسية، موجودة في برشا مناطق العالم، موجودة في تونس. هبط يا ودي وعندها دلالتها، وحتى في مستوى العالم. تعرف من العائلة اللي ننتموها، عائلة الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، عادة يرمزوا لها بالورودة والقرون. ومش خاطئ يكفي من نشير إلى أن صارت ثورة كاملة في البرتغال، عرفت تاريخيا بثورة القرون. إن شاء الله الرمز هذا يكون عنده دلالة فعلا، وإن شاء الله معناها يبقى في أذهان الناس، وإن شاء الله يكون طالع خير على التحالف الديمقراطي، والتحالف الديمقراطي زاد إن شاء الله يكون طالع خير على البلاد. النقطة الأخرى اللي تحدثوا فيها هي موقف التحالف الديمقراطي من بعض المستجدات، خاصة مسألة القانون الانتخابي. خاطر تعرفوا من الدولة مطروح في المجلس الوطني الكاسيسي هو القانون الانتخابي، التفاصيل اللي فيها جانب تقني وفيها جانب سياسي، اكيد معناها باش نعلنوا على بعض المواقف منها. والنقطة الأخيرة هي الإعلان على كتلة التحالف الديمقراطي في المجلس الوطني فيما يخص الانتخابات أو التزامن أو الانفصال بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية. نحن مع الانفصال بس مع التزامن. النقطة الثانية اللي نحب نشير لها هو احنا في القانون الانتخابي ماناش مع التطبيقات. ماناش مع التطبيقات يحبوا يعملوا البعض ربما نظرا لبعض الحسابات. ماناش مع مسألة العدل. نكون واضحين. ماناش مع مسألة التزكية. أقصد فيما يخص التشريعية. خاطر في الرئاسية منصوص عليها في الأصل. علاش؟ على خاطر مسألة التزكية. مسألة التزكية زيادة على المشاكل التقنية اللي تعملها. نجم تعمل شرط. معناها يعملك مشاكل تقنية. بل قد يسقط لك بعض القائمات. بل قد تدخل فيها بيع وشري. في تسكيت بعض القائمات أو إسقاط بعض القائمات الأخرى. فإن قد يمس بحق دستوري هو حق الترشح. حق الترشح احنا عندنا في الفصل 49 وهو الفصل الشهير في باب الحريات هو أن كل الضوابط والتنظيمات القانونية للحقوق لا يجب أن تنال من جوهر الحق في مسألة العتبة. مسألة العتبة يتحجج البعض بأن باش نقصوا من التشدد. باش نقصوا من التشدد. أنا نقول هذا مصادر للمستقبل. علاش مصادر للمستقبل؟ لأن هذه مسألة العتبة. مسألة العتبة تستفيد منها أحزاب كبرى. بينما تقلل من إمكانية تواجد أحزاب صغيرة متوسطة. المهم إحنا مع مشهد سياسي تعدي ديمقراطي تمثيلي أكثر ما يمكن. ومع حملة انتخابية نظيفة شفافة مراقبة ما تخضعش لتلاعب المال. واحنا نقول بوضوح لابد من إعادة النظر في قانون تمويل الأحزاب وقانون تمويل الحملات الانتخابية لكي نضمن العدل ونضمن الشفافية ونضمن إمكانية المحاسبة. لأن أتأكد وخياني ان من العوامل المفسده للديمقراطيه هي حتى في الديمقراطيات العريقه تدخل السائل للمال.
تفسد العملية. فما بلد في الديمقراطية ما زالت ناشئة ولم يتسرب عودها بعد. وهنيك نحكي على المال السائب هذا، راهو نحكي على قانون تمويل الأحزاب وأيضا مرسوم تمويل الجمعيات الذي يجب أن يراجع، على خطر الباب اللي أغلقناه في تمويل الأحزاب في المرسوم اللي فات فتحناه في تمويل الجمعيات. يعني الجمعيات مفتوحة باب التمويل وباب التمويلات الأجنبية، وثم أحزاب خلينا نقولها بوضوح تمارس في نوع من تبييض الأموال. إيش معناه تبييض الأموال؟ معناه هو ما يتلقاش مباشرة التمويلات الأجنبية، لكن عامل في جنبه مجموعة من الجمعيات اللي تتلقى أموال متعددة. على أساس خطاب رئيس الحكومة جي فيه تشخيص وتدقيق، والتدقيق هذا مهم حتى إذا كان موجع لنا أن نشخص الوضعية. حاشاكم أن نشخص الداء هكا جزء من اختيار الدواء، لكن عندنا بعض الملاحظات على السريع. التشخيص اللي يجي في خطاب رئيس الحكومة صريح وصادق، لكن ثم حاجة ناقصة. هي أن من وظائف السياسي لا فقط يشخص الأوضاع، وإنما يطرح حلول. مش بناش حلول واضحة، وما ثماش رسالة أمل للتوازن.